أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية، الحضور الكرام، يجب أن تشكل الغايات المتصلة بتحقيق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض أولوية ثابتة لبرلمانات العالم، وأن توضع ضمن الأجندة المتجددة والثابتة لارتباطها بأهداف مجتمعية ذات ضرورة حتمية تتطلب معها أن يتصدى البرلمانيون للمسؤوليات التي توصل للنمو المستدام بما يضفي الاستقرار المنشود للدول والشعوب، ويمكن من تجاوز التحديات والعقبات وصياغة مستقبل أفضل للجميع. ونجد الربط بين السلام والتنمية المستدامة للشعوب يمثل وقوفاً على حقيقة دامغة يؤكد الواقع فيها أن التنمية المستدامة لا يمكن الوصول إليها إلا في ظل بيئة معبأة بروح السلام والتقارب الإنساني، وهو تماماً ما يمثله المرجعية الحضارية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والقاعدة الأساس التي تنطلق منها البنية المؤسسية والقانونية وكافة المساعي الوطنية المجتمعية والرسمية. وإن اجتماعنا اليوم وفي ظل مواجهة العالم لواحدة من أعقد الأزمات التي مرت على كوكب الأرض تتأكد فيها ضرورة تطوير نهج التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات لجعله أكثر فعالية وتأثيرا في إيجاد فرص أفضل للمستقبل، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال رؤية عمل جامعة ومشتركة ترتبط بأفق واضح وإيجاد آلية عمل دقيقة يتم من خلالها إطلاق مبادرات وطنية لكل دولة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط تلك المبادرات بحوارات ينطوي عليها استعراض الجهود من قبل البرلمانات ومراجعة الآثار الواقعية في المؤتمرات العامة للاتحاد البرلماني الدولي. ولا شك ونحن نعبر من تجربة تناهز 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة وضمن ظروف تتزامن مع تفشي جائحة كوفيد-19 يتطلب منا كبرلمانيين أن نسجل وقفة مختلفة نشرف بها على التحديات الواسعة التي تواجه المجتمع الدولي برؤية موحدة وبجهد منسق، وأن نقترح الحلول والتدابير التي تساهم في تحقيق التعافي المستدام من الآثار المترتبة على الجائحة والتي ألقت بظلالها السلبية على كافة القطاعات وأضرت بالشعوب والمجتمعات وخلفت ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة، وهي فرصة مواتية لتبادل التجارب المثمرة، ولدينا في مملكة البحرين تجربة نوعية في إدارة الأزمة الراهنة ومبادرات خلاقة أسهمت في تحقيق الاستقرار للمجتمع والحفاظ على تماسك القطاعات المختلفة وضمنت استمرار عجلة التنمية المستدامة. الأخوة والأخوات، إن المقاربة البرلمانية للقضايا العالمية لا بديل عنها، وإن دور البرلمانات ذو أهمية بالغة بغية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المتشابكة التي ربطت مصالح جميع الدول على نحو وثيق وبصورة غير مسبوقة حتى صار مستقبل الإنسانية غير قابل للتجزئة ولا يحتمل التنافر أو التضاد بين الأطراف المنظومة الدولية، بل يستلزم منهم التعاضد والتآلف على أن تكون البرلمانات المعبرة عن طموحات الشعوب وآمالها في القلب من ذلك كله وفي صميم جهود المجتمع الدولي سعياً لتحقيق المستقبل الأفضل للجميع.